ايها المبتلى اطمئن ولا تحزن فالدنيا دار ابتلاء وبوتقه اختبار ودار هم ونكد وكدح وتعب قال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد ولا يمكن ابدا لاي انسان ان يحيا في هذه الحياه الدنيا سعاده تامه او ان يتذوق فيها راحه كامله مهما حصل من المال او المناصب او المتاع لا بد فيها من الالم والامل والحزن والفرح والعسر واليسر والصحه والمرض ثمانيه تجري على الناس كلهم ولا بد للانسان ان يلقى الثمانيه سرور وحزن واجتماع وفرقه ويسر وعسر ثم سقم وعافيه هذه هي طبيعه الحياه طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الالام والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوه نار قال احد الصالحين عجبت لمن ابتلي بالضر كيف اترك قول الله جل وعلا اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فان الله جل وعلا يقول بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يترك قول الله جل وعلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فان الله جل وعلا يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن خاف ظلم الظالمين كيف يترك قول رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل فان الله جل وعلا يقول بعدها فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وعجبت لمن خاف مكر الماكرين كيف اترك قول رب العالمين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فان الله جل وعلا قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن انعم الله جل وعلا عليه بنعمه خاف زوالها كيف يترك قول الله جل وعلا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ومن جميل ما قرات أن إبراهيم بن أدهم مر على رجل حزين مهموم فقال له لم الهم ولم الحزن إني سائلك عن ثلاث فأجبني فقال هذا الرجل نعم قال له إبراهيم أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله جل وعلا قال لا قال له ابراهيم بن ادهم: افينقص من رزقك شيء قدره الله جل وعلا؟ قال لا. قال ابراهيم: افينقص من اجلك لحظه كتبها الله جل وعلا لك في الحياه؟ قال لا. قال فعلام الهم؟ فعلام الحزن اذا؟ ان أعصرت شهرا فقد ايسرت دهرا. وان اصابتك شده اياما فقد لابستك النعمة أعواما إعلم أن كل إنسان علي وجه الارض لابد أن يبتلى مهما كان دينه ومهما كان إنتماؤه ومهما كانت عقيدته لكن الهموم تتفاوت بتفاوت الإيمان والهمم الناس كلهم مصابون إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه هذه حقيقة قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني من امراض واوجاع وهموم واحزان والام وابتلاء ومحن وفتن ونقص ووباءات وفيروسات وابتلاءات وانفس وثمرات كل هذا في كتاب عند رب الارض والسماوات قبل ان يخلق الله الخلق ان ذلك على الله يسير ما هي العله؟ ما هي الحكمه؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ان الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء ولو سلم يا اخواني احد من الهم والحزن والابتلاءات لسلم الرسل والانبياء ولذلك كان من اول ما يدعو به اهل الجنه اذا شرفهم الله عز وجل بدخولها وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور نعم والله الذي لا اله غيره لو سكنت القصور وملكت العقارات والدور وتجولت في الارض والجو والبحور فلن تهنا بطعم السعاده والسرور الا في طاعه العزيز الغفور فما سبب همك وحزنك لتقف على الدواء هل انت مهموم او حزين لمرض الم بك ابشر اين انت من قول الله جل وعلا واذا مرضت فهو يشفين اين انت من قول سيدنا رسول الله عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان كان سبب همك وحزنك لذنب وقعت فيه ولو كان كبيره من الكبائر فاين انت من قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واين انت من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها وان كان سبب همك وحزنك والمك لظلم مرير وقع عليك وحل بك فقد وعدك الله بالنصر ولو بعد حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين بل وتوعد الظالمين بالهلاك في الدنيا وبالعذاب في الآخرة فقال سبحانه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وان كان سبب همك والمك وحزنك وبلائك خوف او فقر او ضيق في المال او الرزق او لانك فقدت حبيبا او عزيزا لديك فاصبر واقبل البشرى من الله فاصبر واقبل البشرى من الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اخي الحبيب اختي الفاضله فلنتامل جميعا ان كل ما يقع الان وان كل ما يجري قضاء يسري والامر كله لله فاستثمر يومك بعمل للدين او بعمل للدنيا ولا تلتفت الى الماضي الا بقدر ما يدفعك للاستفاده من الخطا والمضي قدما على طريق الفلاح والنجاح والخير فالبلاء يا اخواني جزء من الحياه لا يخلو منه غني ولا فقير ولا يتخلص منه ملك ولا مملوك ولا حاكم ولا محكوم ولا نبي مرسل ولا عالم مخلص قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد اخي لا تفزع ولا تجزع فالكرب سيرفع والهم سيزول والضيق سينتهي فهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين فمهما اشتد بك الهم في الارض فعلق قلبك بالله جل وعلا كن عن همومك معرضا ودع الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا فرزقك مقسوم وقدرك محتوم واجلك معلوم وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فاذا اشتد بك الهم وزاد عليك الحزن والغم والمك الالم فالجا الى الحي القيوم وقل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رب اني مغلوب فانتصر وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اسال الله جل وعلا ان يرفع عنا وعنكم البلاء وان يرفع عنا وعنكم الوباء وان يرحمنا برحمته وان يلطف بنا بلطفه وان يحفظ المسلمين في كل مكان وان يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين وان يرفع هذا الوباء عن اهل الارض انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.